خطر، هذا عار، هذا عار، بلادنا في خطر، هذا عار، هذا عار، بلادنا في خطر. أي ذنب قتلت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم واقفين دايرين وقفة احتجاجية على المقتل ديال اختي لوبلا اللي تقتلات بطريقة وحشية بطريقة بشعة ل 15 يوم وهي مليوحة في البير، اللي كوانا فيها كانت بيناتنا تطارت في ليلة وحدة، تطارت بغينا في حق هذا المجرم اللي كان مواطن كيدور وسط منا وصبح مجرم قتل لي الأخت ديالي. كنطالبوا يطبق الإعدام، يطبق الإعدام باش هادشي ما يتعاودش، باش ما يتقتلوش لينا مرة أخرى ولادنا وبلادنا. غير من وراء الموت ديال اختي لوبنا غتقتلوش عشرات البنات أخرين، ما بغيناش هادشي يتعاود. القضية دابا عند قاضي التحقيق، باقي هذاك الشيء عند قاضي التحقيق، وحنا ما بغيناش 30 عام ولا المؤبد، حنا باغيين الإعدام باش على الأقل تبرد واحد شوية الحرقة ديال الموت ديال اختي لوبنا، وغير واحد شوية راه عمرها ما غتنسى ولا غتحيد من البال. مطلوق. ميتين ضرب لوبنا، ولوبنا راه هي ملي كتمشي تغسل غير الطونوبيلة ديالها وكيمشي تغسل، هي كتسمع فيه، هي كتقول لك كيبقاو في يدك الناس اللي كيبيعوا بحال هكا الخضرة في الأرض ولا لا، كتقول لك مركناش نعطي لكلشي قسما بالله وراهي دار الحق. لوبنا هي كتبقاو فيها الناس، لوبنا هي كتساعد مع الناس، هي اللي بغا يوصل لشي بلاصة كتجيب الطونوبيلة ديالها، اللي كتسنى من واحد يعطيها 4000 ريال ديال 4000 ريال. لوبنا ما شرفتش نفسها وخا تا هو بنادم، ولكن الجوج بحال هذاك. لوبنا بعيدة كل البعد على واحد بحال هذاك تعرف. خطر، هذا عار، هذا عار، بلادنا في خطر، هذا عار، هذا عار، بلادنا في خطر. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.